السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير الإخوة والأخوات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أمان الله. اليوم سبحان الله العظيم، يعني وأنا خارج في الصباح كنعرفوا عندنا واحد العادة في الثقافة ديالنا عند التجار، ملي كتدخل كتلقاهم طارقين القرآن في القيسارية، يعني تيمنا ببركة كلام الله في الصباح. وهذه يعني عادة محمودة أن يفتتح الإنسان يعني يومه ونيته بكتاب الله. ولكن اليوم العجيب والغريب في الأمر والأدهى والأمر، وغندوز مباشرة لهذاك الموضوع ديالنا، هو أنه دخلت لواحد البنك باش نأدي واحد نوع من الضرائب اللي خصهم يتأداو، فإذا بي كنسمع مطلقين القرآن، مصحف، يعني تلاوة ديال كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة ديال كلام الله سبحانه وتعالى في بنك اللي هو صباح مساء يحارب الله ورسوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا، يعني ترك ربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي رواية فأذنوا. يعني شيء رهيب أنك تدخل البنك وتسمعهم طالقين القرآن، يعني كتقرص، ولكن سبحان الله العظيم، بحال هذاك اللي كيقول لك أنا مسلم ولكن كنطالب بالعلمانية، ولا هذاك اللي كيقول لك أنا مسلم كتلقى عنده هذاك يعني مسلمة ولكن ما نصليش، ولا مسلم وما نصليش، ولا مسلم يعني النسوية مزيانة غتحقق لنا حقوق المرأة، ولا مسلم بحال هذاك اللي داروا مع السي جواب ديك النهار، داروا مع السي جواب هو فاتح خدام عنده وحدين كيبيعوا المشروبات الكحوليه، وكيقول لك يعني من بعد كورونا دابا فتحات ان شاء الله يعني الامور تحسن، واش انت منيتك يعني فلذلك يعني هذا الجهل وهذا الانفصام ديال الشخصيه كتلقاه بزاف مع الاسف في المجتمع ديالنا. يعني ما عندوش مشكل مسلم وكيمشي يشوف السحار ومسلم ويشرب ومسلم ويطالب بالليبراليه ومسلم ويعني يمشي يتخاطر بالكارطة ولا يعني اشياء يعني مع الاسف يعني كتخلع. فهادو بنك طالقين القران على الصباح يحاربون الله ورسوله وطالقين القران، فشوف كيفاش الانسان الجهل تجهيل الامه وصل الانسان انه يمكن له يكون في واحد المحل الذي يرتكب كبيره من الكبائر وموبقة من الموبقات، وفي الصباح يبدا لك بالقران يعني، وكتجي عادي جدا سبحان الله. فنسأل الله السلامة والعافية والله يعافينا. إذا باش ندخل الموضوع اللي ذكرنا مباشرة، هو واحد كاين هذا الموضوع ديال الزواج بالموظفة، وأنا حقيقة يعني الموضوع لا يهمني كثيرا، لأن حاليا أنا عندي واحد الأولويات واحدة أخرى، ولكن لا بأس أن نتكلموا فيه بسرعة. صراحة ما كنتش نتكلم فيه، تخرج واحد الفيديو ديال واحد الأخ يعني بدا كيقول لك أنا ما نتكلمش فيه، ولكن نتكلم من ناحية اقتصادية فملي قال أنا نتكلم في الناحية الاقتصادية، ملي قلت نشوف هذا الفيديو شنو فيه إلى آخره، فقال لك سيدي يعني كيفاش غتقول هذه الحملة، هذه يعني حملة كيفاش غتقول أن الإنسان ما خصوش يتزوج موظفة، والآن يعني كاين غلاء الأسعار وكاين الأجرات يعني كيستاغنيو يعني ما كيطلعوش، وكاين المصاريف كتطلع. فكنت كنتسنى الكلام الاقتصادي، أنه يدخل في الموضوع ويبدا يتكلم في الاقتصادي، ولكن تكلم كلام ديال كلام يعني ديال لا جيستيون تريزوري، يعني كلام ديال تدبير السيوله، يعني كلام ماشي اقتصادي، هذا فرع من الاقتصاد، يعني كاين الاقتصاد ثم كاين الماليه ثم كاين لا تريزوري، لا جيستيون تريزوري، فاذا به الكلام ديالو كله على لا جيستيون تريزوري. ف الان كيقول لك كاين الانفلاسيون وكاين الاجر كتستاغني، ولكن في حقيقه الامر الانفلاسيون شنو هي زياده الاسعار. فوقاش كتكون زياده الاسعار؟ ملي كيكون زياده الطلب، من بين الاسباب اللي كدفع راس ماليه باش انها تدعم النسويه انها تزيد في الطلب وتزيد في الانتاج، وهذا تقدروا ترجعوا ليه في القناه في اليوتيوب، راه عندي واحد لبعض الاشرطه، واحد السلسله على النسويه وفتح النسويه. فبالتالي ملي كتكون راس ماليه كدعم الناس باش يزيدوا في الاستهلاك، راه طبعا كدعم النسويه، والاسباب في هذيك الشريط الاخر
لماذا؟ لان الا كان عندك واحد السوق فيه 50 مليون ديال الرجال و 50 مليون ديال النساء، دفع النساء يخدموا باش يزيد الانتاج ويزيد الطلب، وبالتالي زياده الطلب الا كانت اكثر من زياده الانتاج فهنا راه غيتزادوا الاسعار. فبالتالي عمل المراه من اسباب زياده الاسعار، هذه الاولى من ناحيه الماكرو اقتصاديه. من الناحيه الثانيه الاجرات ما كيطلعوش، الاجرات ما كيطلعوش، رجع لكارل ماركس، رجع للاقتصاد، رجع لكلام الاقتصاديين، ماشي تبدا تكلمنا على لا جيستيون تريزوري. ما فهمتش انا، تصدمت ملي كتكون راس مالي وكتكون عندك شركات وعندك 50 مليون موظف، ممكن الا جبتي 50 مليون اخرى باش تخدم، طبيعي ان واحد المساله اللي سميتها لوفر دو ترافاي، ماشي لي زوفر دومبلو، لوفر دومبلو هي الوظائف اللي كتطرح، لا لوفر دو ترافاي هي عرض يد العامله، بمعنى الناس اللي مستعدين يخدموا. ملي كتزيد في لوفر دو ترافاي فبالتالي بطبيعه الحال ان الاجر ما طلعش. فدفع راس ماليه بالنسويه باش ان النساء يخدموا اكثر ويدخلوا وينتجوا ويربحوا، هذا من اسباب ان الاجر اقل. فبالتالي الا ما عملوش هذا العدد الكبير كله ديال النساء راه ما غيكونش هذا الاستغناسيون في الصالير، ويكون طلب اكثر على اليد العامله وعلى العقول الى اخره. هذه من جهه. من جهه الثانيه الاخ داير صور ديالو بالكريسماس وبالشجره الكريسماس يعني باللا ديكوراسيون ديال شجره الكريسماس. وباش نذكركم هذه الشجره ترمزوا، هذه العيد يرمزوا الى عندهم الى ولاده ابن الخالق سبحانه وتعالى عما يقولون، ولاده ابن الله عندهم. فانت كتحتفل لهم وكتبارك لهم ميري كريسماس، كتقول لهم مبروك عليكم ولاده ابن الهكم. ولذلك قال ابن القيم في هذا الباب راه فعل الخمر والميسر والمعاصي اهون من تهنئه النصارى او الكفار بايديهم، خصوصا النصارى في هذا الباب، لانهم يدعون ان هذا يعني ولاده ابن الله. فكتجي كتقول لنا انا ما غنتكلمش في الدين، ما غنتكلمش في الدين، انا ماشي متخصص، وكنامن ان كاين ناس احسن مني يعني يقدروا يتكلموا في هذا الموضوع. مباشره من بعد كتقول لنا واخا ما كنظنش ان هذه قضيه دينيه، ياك كنتي عاد دابا ما غاتكلمش في الدين، عاد دابا قلت لنا ما غاتكلمش في الدين وليتي كتكلم في الدين، ايوا شنو 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 نديرو دابا؟ وانت حاطنا شجره الكريسماس، يعني انت دابا شنو كتناقض نفسك؟ ثم النقطة الثانية اللي تكلم عليها هو أنه حنا في الثقافة ديالنا عندنا فكرة أنه إلا خلصتي خلصتي على المرأة وخلصتي على الأسرة والكرا وكذا راك راجل. هذه مسألة ديال ليغو، هذه مسألة ديال النفس، يعني هذه ماشي ثقافتنا، هذا الدين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا. ف تفضيل للرجال مرتبط كذلك بالنفقة. فبالتالي هذه مسألة دينية أخ الحبيب، ماشي مسألة ديال الثقافة ولا ليغو ولا النفس. ثم المسألة الثالثة اللي ذكرناها هو قال لك كتجي المرأة كتزوج بها كذا، ومع الأسف ما كتناقشوش على المسائل الأمور المالية. هو في الدين ديالو ربما كاين داكشي ديال برينوبشال وداكشي ديال كذا اللي ما عندناش حنا في الدين ديالنا. هكا تجي تناقش مع المرأة الأمور المالية، لأنها مسؤولية على راجل، إلا كنت راجل خصك تكلف طبعا في الأمور الحاجات، في الكسوة، في الطعام، في المسكن إلى آخره. أما الكماليات اللي عطاه الله فكيتكلف، اللي ما عطاهش الله راه كيطلب الله تو سامبلومون. فكيجي كيقول لك لا، هي المراه كدير لك واحد الولد ولا جوج باش كات يعني كتبلوكيك، باش كتبغي تطلق ما تقدرش، لان خصك تطلق تخلص النفقه. اولا المراه اللي كيكون عندها هذه الفكره هذه، فهذا فكر يعني لا ادري، لا ما نظنش عنده علاقه بالدين هذا الفكر، هذا ديال ندير له ولد باش نبلوكيه، لا. لكن بالمقابل وقال لك ما تقدرش توصل الاهداف الماليه ديالك، بالمقابل هنا كاين واحد الفكره مسبقه، شنو هي؟ هو ان الولد نفقه اضافيه، وهذه مصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في جوج آيات وفي جوج مواضع مختلفة يرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى قال يرزقهم وإياكم، باش يسد الباب على جميع الناس اللي كيظنوا أن الإنجاب راه غيوقع فيه مشكل مادي. لأن قال لك يرزقكم نتوما اللي كتخافوا واياهم، هذوك اللي غيجيو. وفي الايه الاخرى قال يرزقهم، الا كنتوا خايفين من انهم يقسموا معكم رزقكم، واياكم.
فبالتالي هذه المساله هذه راه خطيره. هذه مساله يعني هذه مساله تصور مادي للشيء، ماشي تصور رباني اسلامي. هذه مشكله. ثم المساله الرابعه اللي كيقول لك انك ملي كتزوج كتولي واحد، وهذا غلط. هذا تصور كنسي للزواج، تصور نصراني. وفعلا الانسان اللي كيسكن عندهم تما وكيولي خالطهم بزاف، وربما الا ما كانش عنده تكوين اساسي في الدين بزاف، فطبيعي يقول هذه الاشياء. انا هذه ماشي تهمه، هذه ماشي تهمه، هذه مساله يعني كتصدر باللاوعي. الانسان الا ما كانش متخصص فكتصدر له باللاوعي. لا سيدي، في الاسلام اللي كنتزوجوا ما كنوليوش واحد، ما كتوليش ذمه ماليه واحده، بالعكس. هو انه ملي كتزوج كتولي ذمة ثالثة، وبالأحرى كيبقاو جوج ذمم. يعني كتبقى المرأة خلاف النصارى، النصارى راه كان عندهم المرأة ما عندها لا ثالث ولا ما عندهاش ذمة مالية، كتكون ديبوندونت. حنا لا، الإسلام جا عطى المرأة ذمة مالية مستقلة، ممكن تبيع، ممكن تشري، ممكن تستأذن، ولكن تبيع وتشري. أنا كنتكلموا طبعا ما كنتكلموش على القضية ديال الموضوع ديالنا، كنتكلموا أنها تخرج تشري شي حاجة اللي محتاجة. فهنايا خصنا نتفكروا ان ملي كنتزوجوا في الاسلام راه كنديروا، الا بغيتي تتكلم على الاقتصاد خصك تذكر المساله ديال جوينت فينتشر. ملي كنتكلموا كننشئوا مؤسسه، ماشي كنوليو واحد، لا ما كنوليوش واحد، كننشئوا مؤسسه. لان الا قلنا كنوليو واحد نوليو بحال النصارى كنحار مطلق. لا، ملي كنتزوجوا كننشئوا مؤسسه. هذه المؤسسه هي مؤسسه الزواج، وهذه مؤسسه الزواج كل واحد كيدلي فيها بالدلو ديالو، بالاستطاعه ديالو، بالتفاني ديالو، وبالايمان ديالو، بالمقاصد ديالو، باش كتنجح. فهذا يشبه ماذا؟ يشبه ملي كتكون عندك جوج شركات مستقلات، ثم كيختاروا انهم يديروا جوينت فينتشر، يعني مشروع مشترك، مشروع خارج على هاد جوج شركات. وبالتالي ما خصناش نقولوا اننا ملي كنتزوجوا كنوليو واحد، لا اسمح لي. ولذلك طبعا شيء بعض الاشياء قالها يعني مزيانه، ان الانسان يتكلم في الامور الماليه قبل الزواج، هذه مساله مزيانه، ولكن ماشي باش نوليو نقولوا كما قال هو في الفيديو المساله الخامسه، لان راجل فحال المراه. لا الشريف، لا الشريف، الراجل ماشي فحال المراه، المراه ماشي فحال الراجل. الراجل راه عنده مسؤوليه، عنده النفقه، وخصو يجهز البيت، وخصو يجهز الزوجه ديالو، وخصو ينفق على البيت ديالو، وخصو ينفق على الابناء ديالو، وخصو يعطي المهر، وفي حاله الطلاق خصو يعطي المتعه. ويعني هاد الاشياء كلها ما تقوليش انا راجل بحال المراه، والمراه بالمقابل ما خصهاش، يعني ماشي واجب عليها تنفق، وما يعني يمكن لها تورث مثلا وما تنفقش في ذاك الاسره، واخا من المروءه ومن حسن العشره انها تعاون الزوج ديالها. هذه مساله، ولكن ماشي مساله فقهيه اللي هي ضروريه عليها. طبعا لا، المراه كتاخذ المهر، وكتاخذ نفقه الوليدات باش تنفق عليهم، وكتسكن فابور، وكتاكل فابور، وكتلبس فابور، وهذه من المسؤوليه ديال الراجل، الا كان راجل بمعنى الكلمه. طبعا كل واحد على المستوى ديالو. انت كتقول لي الناس اللي كيعيشوا ب 2500 و3000 و4000 درهم مستحيل يعيشوا في المغرب. راه 3000 درهم راه هي السميك الشريف، راه خصك تجي تعيش معنا في المغرب. راه 3000 درهم هي السميك، وكاين اللي كيمشي ينفق، كيمشي يتسوق، كيخصو ما يفوتش 200 300 درهم في السيمانه. راه خصك تجي تعيش معنا في المغرب. فالرجال ماشي بحال البنات، ماشي بحال العيالات، ولكن كنتفهم لان كاين الان واحد الموجه ديال التأنيث للمجتمع، ولكن ما تقولناش الرجال بحال العيالات. الرجال عندهم لا غير واحد الهرمون مثلا، غير باش نقول نتكلموا بيولوجيا، الرجال عندهم 17 ضعف ديال التستوستيرون. التستوستيرون هي هرمون المخاطره، هرمون العضلات، هرمون الشجاعه، هرمون بزاف د الحوايج، ولكن هادشي اللي كيجعلهم كياخذوا مخاطره اكثر من العيالات، وربما كيجيبوها في راسهم في بعض الاحيان. فهذه هرمون، هذه خلق الله سبحانه وتعالى، هذه فطره. والنساء عندهم لي زوستروجين ولي بروجستيرون اكثر من الرجال، والبروجستيرون معروفه انها كتؤدي لبعض الانسان كيكون مرخيشي شويه اكثر، والنساء عندهم الدوره الشهريه اللي كتغير فيها الهرمونات ديالها الى غير ذلك. فبالتالي تانيث المجتمع، وان الرجال ولاو كيحسوا براسهم بحال العيالات. والبارح انا شفت في واحد الشريط ملبسين الغوز للراجل والزرق للمراه، هادو كيتسموا لي ميساج سوبليمينو، باش ندوزوا لكم واحد لانتي كونفورميزم، واحد قلب الموازين. المساله الاخرى اللي بغيت نذكر هو انه قال يعني بغيت نتكلم على الاقتصاد، وفي الحقيقه ما تكلمش على الاقتصاد، ما تكلمش على الاقتصاد بتاتا، وما تكلمش حتى على فرع الاقتصاد اللي هو الماليه، لا فينونس، ما تكلمش على لا فينونس.
بل تكلم في تدبير الشؤون المالية، يعني لا جيستيون دو تريزوري. وهذا يعني كلام بسيط بعيد من الاقتصاد، بعيد من الاقتصاد. فبالتالي الا بغيتي تكلموا الاقتصاد اجي نتكلموا على الاقتصاد. نقولوا مثلا ان واحد المجتمع فيه 100 مليون شخص، وعندنا فيه 40 مليون راجل خدام و40 مليون مرأة خدامة، و10 ملايين ديال الرجال عاطلين، و10 ملايين ديال النساء عاطلات. فبالتالي هذوك 10 ملايين ديال الرجال وهذوك 10 ملايين ديال النساء اللي عاطلات، هذوك 20 مليون اسره غير مكونه او 10 مليون ديال الاسر غير مكونه، علاش؟ لان الرجل العاطل ما غيمشيش يتزوج، صعب جدا عليه، صعب جدا عليه. والبارح انا داخل في واحد الاداره عموميه من اكبر الادارات، وضربني في قلبي انني لقيت ان البلاطو كله دبيروات، ليطاج كله فيه نساء فقط، راجل واحد. وفي السياج ديال هذيك الاداره في الدار البيضاء كندخل كنلقى ليطاج كله فيه غير العيالات، فيه غير النساء. الى رجعنا، ما انا ما كنقولش حرام الخدمه على العيالات، باش تفهموني، بعض النساء راه هما اللي هازين الاسره، بمعنى ما عندهمش خوهم وما عندهمش باهم وما عندهمش ولدهم، شكون اللي غينفق؟ ضروري خصها تخرج تخدم. واش تموت بالجوع؟ واش تموت بالجوع هذه اللي ما عندهاش خوها وما عندهاش ولدها اللي غيخدم وما عندهاش باها اللي غيخدم، ولا باها مريض مرض مزمن؟ فبالتالي شكون كيفاش هذه ضروري خصها تخرج تخدم الا كانت هي الوحيده اللي مأهله باش تخدم؟ لان ما كاينش واحد الدوله موراها اللي غتعطيها ولا واحد الوقف اللي غيعطيها اشياء، يعني بالتالي يعني هادشي يحز في النفس. ولكن ما تنساوش ان في الفقه المالكي كاين بعض الاقوال ديال العلماء كيقول لك ان المراه اللي عندها المصانع وكتخرج تخدم من الصباح حتى العشيه راه ربما النفقه لا تستحقها، لا نفقه لها، هذا قول من اقوال العلماء. فما تنساوش هذه المساله. نرجعوا للمثال ديالنا، نرجعوا للمثال ديالنا، هو ان هذا المجتمع اللي عندنا فيه 10 مليون ديال الرجال عاطلين و10 مليون ديال النساء عاطلات و40 مليون مراه تشتغل، هذا من حسن التدبير ديال الناس اللي مسؤولين، هو انهم يبحثوا على النساء اللي خدامين فقط لي بين مزدوجتين تحقيق الذات، واللي عندهم الزوج خدام والاب خدام، واللي عندهم الزوج خدام والابن خدام، وعايشين واحد الوضعيه مريحه، ويحاولوا في التوظيفات الجديده يوظفوا الرجال، وهذوك النساء يحاولوا يشجعوهم باش يعطيو المكان الى كان دي بروفيل فحالهم للرجال باش يخدموا باش يكونوا اسره. حسن يكون عندنا راجل خدام ومراه ما خداماش، ولا راجل عاطل ومراه خدامه واسره غير مكونه، مع الاسف، لان احنا راه مسلمين، احنا ماشي يهود، احنا ماشي ملحدين باش تجي المراه اللي هي ربه الاسره، الا في حالات استثنائيه ضروريه اللي عاد ذكرتها اللي ما كاينش المعيل، ولكن ما كنديروش قاعده بناء على الاستثناء، هذا هراء. فبالتالي النتائج الماكرو اقتصاديه هي انه، باش نختموا هاد الصباحيه الخفيفه، هي انه الا بغيتي تتكلم على الاقتصاد خصنا نتكلموا على لي زيفي ماكرو ايكونوميك. شوف، الا كان تقصير شي اخت هنا ولا اخ كيقول تقصير الرجل في المسؤوليه ديالو، هذا ماشي، لا يعالج المرض بالمرض، لا يعالج السرطان بالسرطان، ولا يعالج المدمن الخمر بالخمر، لا نعالج الانحراف بانحراف. كنجيبوا الرجل وكنقولوا له تحمل مسؤوليتك، وكنعلموه يتحمل مسؤوليته، وكنربيو الاطفال الرجال في الصغر، ايه نعم، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. في الصغر خصك تعلم الولد أنه ماشي بحال البنت، وأن الولد عنده مسؤولية، وإلا كان عنده أخته خصو يحميها، والأخت خصك تعلمها أنها خصها تكون عندها مسؤولية البيت، وخصها تكون عندها اللطف، وخصها تكون عندها العاطفة، وخصها تكون عندها الحنان، وما خصهاش تكون قاصحة في هذا الرجل. والابن خصك تقول له بعض الأحيان أيه، هذه واخا ما كيبغيوهاش النسويات، خصك تقول له أنت راه ماشي بنت باش تبقى تبكي ليا بالنهار وبالليل، تحمل مسؤوليتك، كن راجل، كن راجل. فبالتالي هاد الاشياء، باش نختموا بالمثال ديالنا، هو انه داك 10 ملايين اللي عاطلين ديال الرجال و10 ملايين اللي عاطلات ديال النساء، خصنا نحاولوا نديروا واحد السويتش ونخليو 50 مليون راجل كيعمل
وديك الساعة 30 مليون مرأة ولا 20 مليون من النساء اللي عندهم النساء اللي عندهم يعني الضرورة، ما عندهمش الأب خدام وما عندهمش الابن خدام وما عندهمش الزوج خدام، وما كاين حتى شي واحد في الأسرة اللي معيل، وربما راجل مريض، طبعا هذيك المرأة يعني ضروري ما تخرج، ولا ربما راجل مشى اختفى ما كينفقش بحال اللي قالت شي أخت هنا. ف شوف الله يرضي عليك، طبعا الا ما راجل ما كينفقش على ولادو طبعا المراه شنو غتخليهم يموتوا بالجوع، ولكن الاصل ماشي هو هذا، حنا كنتكلموا على الاصل. دابا المشكل ديال الناس، المشكل ديال الناس انهم كيبنيو القاعده على الاستثناءات. راه الاستثناء هو ان الزوج ما ينفقش، الاستثناء هو ما يكونش المعيل في الاسره، الاستثناء هو ان الزوج ما يعطيش لمراته باش تاكل وباش تسكن، هذا استثناء الاخوه. فما تبقاوش تحتجوا بالاستثناء على الاصل، الاصل حاجه، والاستثناء هو ان خصنا طبيبات عيالات، وخصنا في بعض المهن نساء، هذا استثناء ماشي الاصل. ما خصناش مهندسه تيليكوم مراه اللي غتمشي تتعلق في لي زيموبل باش تبني مع رجال لي سيركويت لي ريزو لي كابل تيليكوم، وما خصناش مراه مهندسه اللي غتمشي تخلط مع رجال بالشونتي وتلبس الكاسك وباش تقول اننا حققت يعني حق ذاتها، وما خصناش نساء اللي غيعملوا في لا سيركولاسيون مع السبعة الصباح في الظلام. هذا ماشي ما تقول، ما تبقاش تقارن ليا هذا مع هذا. راه اللي خصكم تفهموا ان منظمه سيدا واتفاقيه سيدا والنسويه، راه هما كيقولوا لك راه رجل بحال المراه، وانتم ملي كتجيبوا الاستثناء باش تواجهوا القاعده، راه انتم بلا شعور راه كتشجعوا الناس اللي الفكر ديالهم ملحد وعلماني، وكيقول لك الرجل بحال المراه خص المراه تشد جميع الوظائف اللي كيشدها الرجل مع الاسف. ف ولذلك حنا ما كنتكلموش على المراه المضطره، طبعا يعني راه ذكرنا هذه المساله جوج ولا ثلاثه يعني جوج. لا اسمح لي الاخت، الاستثناء ماشي قاعده، اسمح لي الاخت، ولا استثناء ولا قاعده، فبحال اللي تقول لي راه ربا ولات هي القاعده، وسمح لي وبزاف، الاستثناء ماشي هو القاعده، ربا ماشي هو القاعده، واخا كلشي كيتعامل بربا. ومن بعد واش انا بزز مني نمشي نتعامل بربا؟ نمشي نتسلف من البنكه؟ لا، الاستثناء ماشي هو القاعده، ماشي حيتاش كاين المشروبات الكحوليه الخمر كيتباع في جميع المدن انه ولا قاعده. لا اسمح لي، حتى واحد ما كيحط عليك ما كيبزز عليك انك تمشي تشري المشروبات الكحوليه. فسمحوا لي، كان هذا التدخل واجب في حق يعني هذه الملاحظه اللي لاحظت هذا الصباح ديال كتدخل البنكه وكتلقاهم طارقين القران، وهذا الانفصام الشخصيه وديال الانسان يعني كيقول لك انا مسلم وهو يحارب الله ورسوله صباح مساء، طالق القران وكيتعامل بريبه ولا كيقرض الناس بريبه، طالق القران ويعني لا يصلي، وطالق القران وكيتعامل في الخمر، ولا خدام في محل ديال الخمر وكيقول لك ان شاء الله القضايا الامور تتحسن بحول الله، واش يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك يعني الامر الثاني في حق هذا الاخ اللي قال لك انا نتكلم في الجوانب الماليه ديال الزواج بالموظفه والجوانب الاقتصاديه، اسمحوا لي، وكان واجب اننا نتكلموا في الجوانب الاقتصاديه الحقيقيه ديال عمل المراه، وكان نسال الله ان يوفق رجال ديال بصح اللي متحملين المسؤوليه ديالهم، واللي عندهم واحد اللطف مع النساء ديالهم، واحد الطيبوبه مع النساء ديالهم، امهات، زوجات، بنات، مؤنسات الغاليات، واللي كيتهلاو في النساء ديالهم بزاف، ولكن كيتحملوا المسؤوليه ديالهم الماليه، وكيكونوا رجال ملي كيحتاجوهم النساء ديالهم. راه الا جا دخل عليك الشفار بالليل، راه المراه غتسنى انه راجل ينوض، الله يحفظ، ماشي هي اللي غتنوض، فبالتالي خصهم يكونوا رجال. وكذلك كنتمنى التوفيق، كنسال الله يوفق النساء اللي هما نساء فعلا بمعنى الكلمه، اللي عندهم الانوثه، اللي محافظين على الانوثه ديالهم، على اللطف ديالهم، على الطيبوبه ديالهم، اللي ما كيهزوش الصوت، اللي ما كيهزوش العينين قدام الرجال، هادو هما النساء، هما النساء المؤنسات الغاليات. اما ذاك المراه اللي كتسمعها في الزنقه كتهضر في التليفون مع راجلها كتغوت عليه وكتهز فيه كتصوب فيه عينيها وكتهز عليه صوتها، هذيك مترجله من النساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء اللي كتشبه بالرجال.
النساء عندهم قيم، عندهم قيم، عندهم أنوثة، عندهم لطف، عندهم طيبوبة، عندهم رحمة، وعندهم مسؤولية كذلك ديال الأبناء ديالهم، وعندهم غيرة على الأبناء ديالهم وعلى الأخوات ديالهم. فنسأل الله لكم ولكن التوفيق. هذا هو المجتمع اللي بغينا، أما المجتمع اللي فيه راجل بحال المرأة والمرأة بحال الراجل، والراجل كيولي مرأة والمرأة كتولي راجل، والتخربيق، الشلاضة، يعني تنزيل الكفر بعينه، تنزيل مبادئ كفرية في مجتمع المسلم. نسأل الله العافية. رجال حافظوا على الرجولة ديالكم، الرجولة ماشي هي العنف، الرجولة هي رجولة، قلبوا عليها. راه شرحت لكم بعض الجوانب ديالها. والنساء حافظوا على الأنوثة ديالكم بزاف، ما تشبهوش بالرجال، راه الرجال يكرهون المرأة المترجلة. نحقق ذاتي، نهز راسي، طيب طيب. يلا السلام عليكم. نسأل الله لنا ولكم البركة في هذا اليوم الجميل.